قم في جناح شركة دمياتك، الشركة ذات التاريخ العريق أكثر من 50 سنة في عالم السوق الزراعي المصري بإنشاء مؤسسها المهندس محمد الدمياطي، علم من أعلام القطاع الزراعي وسمعة طيبة في مجال تقاوي البطاطس والعديد من القطاعات المهمة. بيسعدني ويشرفني أن يكون معايا الأستاذ سامح الدمياطي رئيس مجلس إدارة الشركة. أهلا وسهلا بسيادتك، وإحنا موجودين النهاردة في معرض صحارى 2024 في اليوم الثاني، ولا زال التواجد رائع وجناح شركة دمياطك معمولة على أعلى طراز من الشياكة والرقي. أهلا وسهلا بيك، منور ولاد الأسود دايما. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. الجديد اللي بتقدمه شركة دمياتك للمزارع المصري، وأنا عارفة أن أنتم داعم قوي، إحنا عملنا لقاءات جميلة وكان من ضمن اللي كلمنا عنه المبادرة الرائعة اللي قدمتها للمزارع في ظل ارتفاع أسعار التقاوي. كلمني، عملنا إيه السنة اللي فاتت؟ والله حضرتك إحنا الهدف الرئيسي عندنا في الشركة هو أن إحنا نقدر نجيب أصناف جديدة بجودة عالية زي ما تعودنا خلال 30-40 سنة في مجال تقاوي البطاطس، ان احنا دايما الجودة بتاعتنا تبقى اهم حاجة عندنا، نقدر نقدم للمزارع المصري افضل جودة وبافضل الاسعار اللي موجودة في السوق. وعندنا الحمد لله خلال السنتين اللي فاتوا طرحنا صنفين جداد كويسين جدا، وده بيعكس على شراكاتنا مع شركات كبيرة في اوروبا عندهم محطات ابحاث وتطوير، ودايما بيقدروا يوفروا أصناف جديدة، والأصناف الجديدة دي تقدر تتماشى مع التغيرات المناخية اللي بتحصل في العالم كله النهاردة وبإنتاجيات مرتفعة، عشان الرقعة الزراعية تبقى زيها، إزاي نقدر نستفيد ونعظم الإنتاجيات في السوق المصري.